بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوة أصدقاء وصديقات ركن الأوراق، مرحبا بكم في حلقة جديدة. واليوم إن شاء الله هنتكلم في واحد من الأورام، وهو ورم شائع جدا، ورم من أورام النساء، وهو ما يسمى بسرطان عنق الرحم. سرطان عنق الرحم من السرطانات الشائعة جدا يا أخواننا في السودان وفي الدول النامية بصورة عامة، وكان موجود بكثرة برضو في الدول الغربية، لكن نتيجة يعني مثلا عمل الفحص المبكر والتحصين ضد فيروس معين بسبب السرطان ده قدروا يتغلبوا عليه ويقللوا الحالات يعني، لكن ما زالت موجودة. تمام، في السودان موجود بصورة كبيرة جدا، وفي بعض الباحثين الأخوة السودانيين في مستشفى الزرة في الخرطوم وفي مدني عملوا عليه بحوثات كده، ولقوه يعني منتشر جدا، وأغلب النساء بجنبه للأسف في المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة، وده طبعا ناتج من ثقافتنا على نتيجة للخجل والحاجات دي، وما بيشكل النساء دي من المنطقة دي طبعا زي ما عارفين. فللأسف المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة دائما علاج صعب يعني، لكن كل ما جاء الإنسان مبكر بالورم كل ما طبعا زادت نسبة العلاج وفرصته يعني. ففي السودان موجود، عشان كده حبينا نتكلم عنه. هو السرطان الثاني بعد سرطان الثدي، يعني نمرة 2، سرطان الثدي نمرة 1، بعد طوال في السودان سرطان عنق الرحم نمرة 2، ما في كلام. اوكي، طيب نشوف الأسباب شنو بتاعت سرطان عنق الرحم. أول قبال نمشي للأسباب نعرف ذات عنق الرحم شنو. عنق الرحم هو طبعا من عنق يعني، فهو طبعا بيجي بعد الرحم وماشي على المهبل، المنطقة بين الرحم وبين المهبل هنشوف في الصور بعدين، ده بسموه عنق الرحم، وهي المنطقة اللي بتتعرض للتسرطن يعني بيحصل فيها السرطان. طبعا ممكن الرحم برضه يحصل فيه سرطان، المهبل برضه فيه سرطان، لكن هتكلم عنه في مرات لاحقة إن شاء الله. طيب الأسباب شنو؟ أول سبب معروف دائما للحكاية دي هو فيروس معين اسمه الفيروس البشري الحليمي او الهيومن بابيلوما فيروس. ده يعني ده فيروس عنده انواع كثيره جدا، عنده مثلا نوع 16 نوع 16 نوع 18 تايب 16 تايب 18، ديل اشهر اثنين بسبب السرطان بتاع عنق الرحم، لكن عنده انواع ثانيه، عنده 31 رقم 31، عنده نوع ثاني رقم 43 45 52، دي كلها انواع ثانيه بتسبب برضه سرطان عنق الرحم، لكن اشهرهم 16 و18 ما في كلام، دي اكثر حاجه. اوكي، طيب الفيروس ده بيجي كيف؟ دائما بينتقل يا هو طبعا قلنا لكم بالعلاقه الجنسيه، تكلمنا في المره السابقه، فبيجي وبيجي للزول ومرات ممكن يمشي ينتهي، لكن في بعض الناس بيقعد وبعد ذاك من غير ما يسبب اعراض ومسبب اي مشكله، لكن بيمشي يغير الخلايا جينيا في المنطقه دي، يغير الخلايا جينيا وبيخليها تبقى تتسرطن تتفرعن كده، فبتقوم تتكاثر ويحصل السرطان زي ما عارفين. فدي مشكله الفيروس ده، بعد يخش على الخليه بيستعمرها ويعمل فيها الدائره زي ما بقولوا اخوان. تمام، طيب دي واحد من يعني عوامل الخطورة بالنسبة للإصابة بسرطان عنق الرحم. الحاجة الثانية المشهورة برضو بيقولوا دائما نحن نقول عليها الزواج المبكر، لكن هم بيقولوا دائما العلاقات الجنسية المبكرة، يعني الجماع كل ما كان مبكر للسيدة أو للبنت كل ما كان عامل من عوامل الخطورة. طبعا احنا قلنا هنا يا جماعة دائما الشباب ما في خجل، ما في اي تابو، العلم علم وما في اي خجل، لانه في حاجات بتخجل اكتر من كده، الناس المفروض تخجل منها موجودة في المجتمع وما بيخجلوا منها، فما يخجلوا من العلم ومن الحاجات المهمة دي انه يتكلموا فيها مع اسرهم عشان نكسر التابو ده يا اخوانا. تمام، طيب قلنا الزواج المبكر الناس دائما ما يحبزوه، لانه حسب الاوراق العلمية الموجودة انه العلاقة الجنسية المبكرة جدا بتأهب البنت لسرطان عنق الرحم. تمام، زي ما عارفين احنا في مجتمعات غربية ممكن الولد والبنت يبدو العلاقات الجنسية من عمر 13 16 من الابتدائي، والحمد لله دي ما عندنا يعني في السودان، لكن هي واحدة من عوامل الخطورة.
تمام. طيب الحاجه الثانيه شنو؟ التدخين برضو الحمد لله بناتنا ما بدخنوا كثير او بصوره مستشريه او يعني بس بنسمع سمع، لكن ما عندنا في السودان بالصوره اللي بتغارينا مثلا في دول ثانيه، لكن بنسمع سمع انه البنات بيدخنوا وكده، لكن ده ريسكي جدا، ده معد بيزيد معدل الخطوره بالاصابه بورم عنق الرحم، كلام مثبت علميا ما داري ثلاثه. اوكي؟ طيب الحاجات الثانيه اللي ممكن تزيد الشغلانه دي الاصابه بعنق الرحم دي اللي هو بيقولوا برضه بعد ذاك مثلا الولاده الكثيره. الولاده الكثيره ممكن تزيد الاصابه بعنق الرحم، دي حاجه موجوده، لكن ما معناها اي مثلا سيده ولدت 10 11 او 8 معناها هي سرطان عنق الرحم، ما في كلام زي ده. لكن هي واحده من عوامل الخطوره. طيب في حاجات ثانيه مثلا بيقولوا برضو النساء مثلا اللي اتولدن لامهات في الخمسينات واخذن النسوان ديل دواء معين اسمه الدايسيل ستيبسترول، ده دواء معين كده كان بيدوه زمان في الخمسينات للنساء ووقفوه لانه لقوه مسرطن. فالنسوان اللي اخذن الدواء ده في الخمسينات وولدن الان بنات ديل، البنات دي ممكن يكونوا معرضات لسرطان عنق الرحم، لكن هم معرضة لنوع معين من السرطانات دي اللي هي بسموها السرطان الغدومية أو الأدينوكارسينوما، يعني ما نوع السرطان اللي بيجي للناس اللي بيجي للبنات بصورة عامة، هو النوع الحرشفي سبينوسيلر كارسينوما أو سكيمسيل كارسينوما، دي بتجي للناس كلها يعني. لكن في نوع ثاني بيجي من الغدد بيسموه أدينوكارسينوما، ده بيجي للنسوان اللي تناول الدواء اللي ذكرته قبل شوية ده، لكن ديل ما كثير واغلبهم هنا في اوروبا وكده. تمام؟ طيب دي الحاجات العامه اللي ممكن تؤدي للشغلانه دي. الحاجه الثانيه ممكن برضه نقص المناعه، زول زرعوا لها كليه، سيده زرعوا لها كليه، او مثلا لا قدر الله سيده عندها ايس، اي حاجه بتنقص المناعه، كابتات مناعه، ادويه بتثبت المناعه، ده بيكون معرضات لسرطان عنق الرحم. تمام؟ طيب الحاجة الثانية الممكن تجيب السرطانة دي اللي هو بيقولوا يعني عنده علاقة برضه مع الفقر، يعني الناس اللي بيكونوا في مستوى أقل من تحت خط الفقر وما عارف شنو الحركات دي، ديل برضه نسوانهم معرضات للشغلانة دي. لكن طبعا كله بيكون نتيجة مثلا الجهل، قلة الوعي، الحاجات زي دي خاشة في الموضوع ده، فدي حاجات اجتماعية عشان كده الناس تهتم برضه بالناحيه الاجتماعيه بانه تزيد التوعيه يعني توعي الناس بالحكايه دي. طيب اللي اتعمل شنو في السودان؟ يعني من 2006 2010 كان بدوا موضوع بتاع انه فعلا يبدوا الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، فدي حاجه بادي لكن ما اعرف هل بالنسبه للسودان يعني بدوا فحص يعني 2006 2010 كان في حاجه بادية انه يعملوا مسح للسرطان على عنق الرحم. دي مسحه اللي هو زول بيشيلها مسحه يعني عينه بيشيلها من عنق الرحم وبيفحصوها وبيشوفوا الحاصل فيها شنو، فيها خلايا مسرطنه ام لا وكده، بالتنسيق مع اخصائي النساء والولاده وكده. تمام؟ ده كان ماشي مع الفحص بتاع الدوري بتاع سرطان الثدي. طيب في بعض الدول بده التحصين، بده فاكسين عديل كده اللي هو بيقوم بيعالج بيقتل الفيروس، بدوه للبنات في اعمار صغيره من عمر 21 سنه وكده بيبدو ليهم وبيقتل الفيروس، لكن ده في السودان لسه ما عندنا الحكايه دي اللي هو الفاكسين بتاع ضد الفيروس. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هو بيجي بيها شنو؟ الورم. هو اخواننا من الاورام اللي يعني ممكن الناس تكتشفها بدري جدا بالمناسبه وتتعلم منها، نسبه الشفاء عاليه جدا يعني سبحان الله. بعد اسبوعين بس من بدايه العلاج ممكن الورم يصغر، يعني مثلا انا اليوم يعني من 10 ل 12 دي الصباحيه شفت لي اربع نسوان وعندهم سرطان عنق رحم، بعد اسبوعين من بدايه الجلسات مع الكيماوي والاشعاعي الورم صغير، حتى اضطرينا انه نغير خطه العلاج شويه، بدل ما كانت المنطقه بنعالجها كبيره صغرناها على حسب حجم الورم بقى كيف، لانه صغير فالمفروض نصغر برضه منطقه الاشعاع عشان ما ناثر على الاعضاء الجانبيه.
فيعني حساسه جدا للاشعاع وبيتعالج والناس بتبقى منه كويسه جدا. فلكن لو جو في مرحله مبكره دي اهم شيء. طيب انت الحياه بيخليك تجي مبكر شنو؟ اغلب النسوان دائما اللي بيجنب يشكو بيقولوا والله يا اخي حصل لي نزيف في فتره ما فتره الدوره. اي حاجه زي دي لازم الناس تخلي بالها جدا، تكلم طبيبتها او طبيبه بتاع نساء ولاده لانه تقول له والله في دم جاء لكن ما متوقعه في الفتره دي يجي. ممكن يكون نتيجه لاي حاجه، تغيرات هرمونيه، كل شيء بيعرفونه سن نساء ولاده. لكن الضمان لازم يتعرف من شنو. دي حاجه مهمه جدا، ما الناس ترمي يقول ها كل لخبطه في الدوره الايام دي او نفسيتي تعبانه عشان كذا، لا لازم الزوله تمشي نكلم اخواتنا خالاتنا عماتنا امهاتنا انه لازم الموضوع ده يتعرف شنو. طيب الحاجه الثانيه ممكن يحصل النزيف او الدم ده يجي نازل ما شرط بين الدوره، لكن مثلا بعد الجماع. بعد الجماع اي التصاق او كونتاكت مع عمق الرحم بيكون بيطلع دم نزيف كده، معناها الزول لازم السيده لازم تنتبه طوال، تكلم زوجها تكلم اولادها بناتها وكده وبتاع هناي انه في موضوع ما طبيعي وانا اشوف لي طبيب نساء. اخوان الحكايه دي مهمه جدا عشان ما تكون العواقب وخيبه. لازم نتعود ذاته نزل امهاتنا. لازم نتعود نزل امهاتنا كيف الحاصل شنو؟ ما في مشاكل ما كده. لازم الحكايه دي مهمه جدا لانه امهاتنا ما بيشكن يا اخواننا. ولا خالاتنا ولا عماتنا من الحته دي. فلازم الزول يكون حصيف ويجيبها بدبلوماسيه. ما في حاجه ما في مشكله كده يعني، لازم يهم يتصرف يعرف. بالذات اذا كان في هزال او حاجات زي دي حصل على الزول. لازم. طيب الحاجه الثانيه ممكن افرازات ما طبيعيه، افرازات كثيفه كثيره جدا بلون احمر، لون متغير. لازم السيده تنتبه طوال وتكلم بناتها، تكلم بناتها وكده او اخواتها. انه والله الموضوع او زوجها انه والله الافرازات دي ما طبيعيه ولازم نشوف لنا اخصائيه او اخصائي نساء ولاده عشان يشوفوا الحاصل شنو. دي حاجه مهمه جدا. ولانه النسوان في السودان اخوانا ما بيتكلموا بالاعراض دي صدقوني، على حسب البحوث العلميه انه لقوا 80 ل 85% من النسوان بيجي في المرحله الثالثه والرابعه. ده كلام علمي مثبت ببحوث علميه من اخواتنا كتر خيرهم في مستشفى الزهراء ومستشفى احد الاورام في مدني. ده كلام مثبت علميا 80 ل 85% بسرطان عنق الرحم اللي هو علاجه سهل جدا. ليش هو؟ ده يا اخواننا ما المفروض يكون. والسرطان مهم للدرجه دي انه السرطان نمره 2 ده شغل ما مقبول لانه مضاعفاته كثيره جدا. الورم ده لو يجي في مراحل متاخره بيمشي، انه حالات كثيره جدا بيحبها، ممكن يمشي الرئه، ممكن يمشي الكبد، ممكن يمشي مناطق تحت الغدد الليمفاويه التحت اللي هي الاربيه بنقول عليها اللي هي بين الفخذين دي، يمشي المهبل، يمشي العظام، يمشي المخ، يمشي اي محل. فدي المحلات المعروفه دائما بيمشي ليها ما في اثنين ثلاثه، يمشي جوا البطن برضه وغدد في الحوض ومنها ينتقل فوق للغدد الثانيه. فكلام كله ما في داعي، ممكن نمنعه بحاجه بسيطه جدا اللي هو الزول يبلغ مبكر جدا لانه عنده مضاعفات يا اخواننا مهمة جدا. الورم ده لما يكبر في المنطقة بتاعت عنق الرحم المثانة قريبة له من قدام والمستقيم من الخلف، فلو كبر شديد ممكن يعمل كوبري بينات، يعمل فيستولا بيسموها الناس اللي هي شنو؟ الفيستولا دي يعني حكاية صعبة جدا، الناسور باللغة العربية الفصحى، الناسور البولي. فدي حاجة يعني شفناها احنا في خلال عملنا في السودان مؤلمة جدا. يعني عمليات ذاته وعلاجها صعب، خلي لما تكون معاها ورم. فدي الناس تخلي بالها منه لأنه الناسور ده بيسبب مشاكل نفسية جدا مؤلمة جدا للسيدة، نهيب على الأسرة حولها وكده. وفي بعض المجتمعات طبعا انتم عارفين انه الزول ممكن يعزلوه عديل كده. فالوقاية خير من العلاج يا اخوانا، لازم الناس تنتبه. حاجات بسيطة لكن عواقبها وخيمة جدا، في حين البسيطة دي لو الزول عمل لها سريع زي ما تقولوا كده، عملنا لها بيقولوا عليها شنو؟ عملنا محاصرة للشغلانة حوالين المشكلة، بنكون كفينا السيدة دي من مشاكل كثيرة جدا في حياتها والله يا اخوان صدقوني. دي حاجة بسيطة جدا لكن مهمة. تمام؟ طيب دايما
امهاتنا الخلاص بعد سن الياس بجنب الشغلانه دي برضو، لكن بجنب برضو مدخرات برضو. طبعا ما في دوره ما في اي حاجه حصل سن الياس، لكن بكون الخلانات انه يورنا في افرازات مياه او في دم جاي نازل او حاجه زي، لازم نخلي بالنا اخواننا لخالاتنا وامهاتنا لو حسينا عليهن ان ما مرتاحات وفي حاجه زي جاين نحاول نتاكد منه. ما 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 شرط الاولاد، ممكن البنات، البنات اقرب لامهاتي لخالاتي لعماتي من الاولاد، فيعرفوا الحكايه دي الشباب. انا متاكد معي ناس كتار هسي بيشوفوا الفيديو ده هم شباب وشابات، لازم ننتبه للحكايه دي يا اخوانا. الكلام ده ما قاعد يتقال في محلات ثانيه لانه زي ما قلت لكم تابو كله، لكن هنا ما في تابو، نحن نقول اي شيء الحقائق واضحه جدا. ها الحاجات الكلاسيكيه بتاعت البرامج الطبيه دي ما عندنا هنا، حكايه انه كلها عباره عن ازمه وما عارف ضغط، ده ما في داعي له، عندنا منه كثير. نحن نتكلم في الحياة المهمه اللي حتشكل في يعني في العقد القادم مشكله كبيره جدا يا اخوان. السرطان حيكون مرض العصر وحيزيد اكثر من وحيكون سبب الوفاه اكثر من امراض القلب. الناس دي خلوا بالكم من الحكايه في ال 20 السنه القادمه دي. يعني هسه الهولنديين والبلجيك بيعملوا دراسات لل 50 سنه القادمه، عارفين دكتور كم وحيكون بيحصل كم نسبه، عشان كده عارفين هم دارين طبيب اورام قدر كم عددهم. شغل للمستقبل يا اخوانا، لازم الناس تخلي بالنا من الحكايه دي. فهسه نحن برضه لازم نخلي بالنا في الحته دي ونعرف انه الحاجات دي مهمه ولازم نتكلم فيها. تمام؟ طيب دي الاعراض العامه. بعد ذاك طبعا غير الحكايه دي الافرازات الما طبيعيه والدم اللي بيجي نازل حاجات زي دي. بعد ذاك الزول اذا كان لاحظ يعني في هزال، في الام في الحوض، بالذات بعد الجماع وكذا، الناس تخلي بالها. دي مهمه جدا، الام في الحوض ما طبيعيه او اي الام لازم الزول يشكي يعني يتكلم بها عشان تعرف الحاضر شو، او تورمات في المناطق الاربيه لازم تخلي بال الناس منها. لانه الورم ده لو انتقل وحصل مثلا المهبل الجزء الاسفل من المهبل ممكن يمشي الغدد الليمفاويه اللي بتكون بين الفخذين دي اللي هو بسميها الاربيه، دي معروفه جدا، فالناس تخلي بالها. ولو وصل دير معناها شغلانه متقدمه جدا يا اخوان، ما في داعي يصل المحلات دي. اوكي طيب دي الحاجات اللي قلتها لكم العامه للشغلانه. محتاجين شنو عشان الشغلانه دي؟ محتاجين والله نزيد التوعيه بسرطان عنق الرحم، لازم، لانه يعني في ضعف في التوعيه في الموضوع بتاع سرطان عنق الرحم ده يا اخوان. الموضوع ثدي بس كل الناس شغالين، لكن ما ثدي. عنق الرحم ده نمره اثنين ومشاكله اكثر من الثدي. مشاكله النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه اكثر من الثدي، لانه زي ما قلت لكم ناسور انسى. المريض اذا كان حصل لها ناسور امامي مع المثانه او خلفي مع المستقيم، يعني انتوا عارفين الحاصل بعد ده. بيحصل لها مشاكل نفسية شديدة جدا، ويعني ما بتكلم لكم عنه لأنه أنتم عارفين الناس وشن. تمام؟ طيب معناه لازم نحن نوعي نفسنا ونوعي أهالينا بالحكاية دي تحت السرطان، ونشجع الفحص المبكر يا أخوانا. من عمر 21 سنة نشجع على الفحص المبكر للحكاية دي لورم سرطان عنق الرحم. مسحة بس بنقول عليها مسحة سمير، بيمسحوا عنق الرحم ويشوفوا تحت المجهر الحاصل شو يا اخواننا، فحص سهل جدا. او يشوفوا برضه الفيروس الحليمي، البشري الحليمي موجود ام لا، ده كل الموضوع. الفاكسين طبعا ده للناس بتاع الستيك هولدرز، ده للناس اصحاب القرار، انه يدخلوا التحصين ضد الهيومن بابيلوما فايروس او الفيروس البشري الحليمي، لانه مهم. ما بس زي ما قلت لكم سرطان عنق الرحم الليله اليوم، لكن كلمت المره فاتت عن سرطان تجويف الفم خاشي برضه، وحتكلم لكم ان شاء الله برضه في المستقبل عن سرطان البلعوم الفموي الاوروفارينكس، برضه بيجي بالفيروس ده. فاخوانا لازم الناس توعى بالموضوع ده، وان شاء الله في المستقبل ناس وزاره الصحه يدخلوا الحكايه دي للاجيال الجايه، يعني في التحصين في الفاكسين، ها في الشغل بتاع التحصين يدخلوا الفاكسين ده يعني بتاع الهيومن بابيلوما فايروس 16 و 18، اهم شيء 16 و 18 ده مهمين جدا. تمام؟ طيب بالنسبه لحاجه ثانيه اهو، الناس تزيد التسعيف الصحي والحاجات اللي بيقولوها الناس دي. ها؟ ونحن ذاته يعني
ده جزء من التوعية. انتوا ذاتكم لما تعرفوا الشغلانة دي وتتكلموا فيها مع أهاليكم، ده بالنسبة للموضوع الشغلات تجي من داخل البيت وبالتالي تنتشر، فده عمل كبير جدا يا اخواننا، ما تستهينوا به، ما تستهينوا به. ده في دول بتعمل يعني استثمار كبير فيه جدا بمليارات اليوروهات والدولارات عشان تزيد التوعية والحاجات زي دي، تمام؟ طيب المهم ماشيين عسي للحكاية، العلامات اللي قلناها دي، وبعد ذاك بنشوف العلاج شنو. الله علاجه على حسب المرحلة. في سرطانات في مرحلة مبكرة جدا إذا كان جالي بس صغيرة ممكن يشيلوا الورم بس ويخلوا باقي عمر الرحم قاعد ومعاه الرحم والمبايض موجودة، يعني ممكن يحصل حمل، بالذات إذا كان السيدة يعني عندها نية إنه تحمل، لأنه مثلا لسه صغيرة في العمر عايزة. ففي بعض العمليات الصغيرة جدا، أتذكر هنا أنا عند بروفيسور معاه بيشتغل بنت صغيرة والله عمره 21 سنة جات، وجات لكن الحمد لله يعني كان ورم صغير. فسألناها يا زولة أنت عندك نية بتاعت إنك تجيبي عيال وكده؟ قالت يا إخوان. قلنا لها خلاص أوكي، عندك واحد حل من الحلين، يا يشيلوا البويضات بتاعتك يجمدوها وبعد العلاج الأمور تمشي تمام، بعد ذاك البويضات ينشطوها لك ويلقحوها، أو لو حبيتي نحن نخلي عنق الرحم باقي عنق الرحم ومعاه الرحم ونخلي المبايض في محلين، بس بنرفعهم من المنطقة بتاعت الإشعاع، يعني المبايض ذات المحلين بنرفعهم من الحوض نعلقهم فوق شوية قريبات للكلى كده، على أساس إنه ما ينضربن بالإشعاع، لأن أنتم عارفين الإشعاع ممكن يعمل عقم لأنه بيضرب المبايض، تمام؟ فقلنا لها بنرفع اللي فوق كده ونخلي لك الرحم وباقي عنق الرحم وندي العلاج الكيماوي الإشعاعي بعد ذاك العملية. قالت أوكي ما في مشكلة. فعلا دي ممكن في النهاية تحمل، دي ممكن بالنهاية تحمل بأنها يعني تحمل الحمل عادي طبيعي، والوضوع ممكن تضع لكن ما بكون بوضوع طبيعي، لازم بعملية قيصرية، لأن عنق الرحم ما حصلت فيه عملية واتشال منه جزء، فما ممكن تلد طبيعي. فبقوموا دي بيحولوها لعمليه بتاعت ولاده اختياريه، عمليه قيصريه اختياريه، تمام؟ فوافقت وتوفقت في العلاج، يعني شفناها قبل 3 اسابيع، لا والله الاسبوع اللي فات انا والبروفيسور جات المتابعه كل الامور طيبه ما عندها اي مشكله، لكن طبعا لسه موضوع الحمل لسه، لانه السرطان يا دوب له 6 شهور ولا كده من ما اتعالج. فقلنا لها اقعدي شويه، دائما افضل لك بعد سنه او سنه ونص، وانت عمرك 21 سنه فلسه عندك زمن. فشوفوا يا اخواننا ممكن الزول يجي، بالذات اذا كان في عمر صغير ما معناه نهايه العالم، اذا كان جاء مبكر ممكن يشال الورم ده والسيده عادي ممكن يعني امورها تمشي وتحمل وتضع جنين وهي حاجه بعمليه قيصريه والامور تكون طيبه. لكن في بعض المراحل، مثلا في بعض المراحل من المرحله الثانيه والثالثه لازم يتشال الرحم وعنقه ومعاه المبايض، هنا طبعا ما بكون عندك طريقه بتاعت حمل، لكن بيعملوا شنو للنازل؟ بيقوموا يودوا البنك في بنك معين بتاع البويضات، بيخزنوا لها البويضات هناك، بيجمدوها عليها باسمها، ولما بعدين في المستقبل تكون دايره ولاده بعد ذاك بيجوا يعملوا الموضوع بتاع الولاده ده. لكن طبعا ده احنا ما عندنا حكايه انه يجمدوا لك البويضات وانت ما عندك رحم، دي ما عندنا احنا، يعني لانه ما من يعني زي ما تقول كده دينيا احنا ما بتستحي، لانه ديل بيجيبوا مره ثانيه تقوم تحمل ليهم، فهمت كلامي؟ ده ما عندنا، ما عرفتوا يعني القصه مثلا بتاعت منو هو؟ ويست، كاني ويست مع كارديشيان ديك كيم، الشاب الثاني ولا الثالث ما كله بمره مؤجره يعني، رحم مؤجر، فما قاعد يحصل عندنا الكلام ده، لكن في المرحله الاولانيه دي ممكن المره تحمل عادي ببويضات ومن زوجها ولا اي حاجه ولا اي مشاكل. تمام؟ طيب العلاج بالجراحه قلنا في المرحله المبكره بشيل الورم الموضوع انتهى، لكن من حصل المرحله الثانيه والثالثه يعني معناها لازم علاج كيميائي اشعاعي بيستجيب الورم، ممكن يعني يصغر شديد او يقل او ينتهي تماما، حوريكم بالصور. في بعض الناس مثلا عندنا مثلا هنا في بعض البروتوكولات ما في كل انحاء العالم، لكن مثلا عندنا بروفيسور بلجيكي هنا بيقول لك يا اخي حتى لو جه في المرحله الثانيه والثالثه ادي لي المرضي علاج كيميائي واشعاعي
وبعد ذاك انا بعمل عمليه بشيل الرحم والمبايض ومعاه العنق الرحم. وفعلا في بيتم، لانه بيقول العلاج الكيميائي الاشعاعي حيشيل لي الورم، بيصغره او يقتله نهائي، وانا حاعمل عمليه نظيفه جدا وبعد ذاك المريض بتتعالج. لكن في بعض الناس الموجود في البروتوكولات العالميه يقول لك علاج كيميائي اشعاعي مع بعض والموضوع انتهى. وفي بعض الناس بيزيدوها بالجراحه، يشيلوا طبعا المبايض والرحم والحاجات زي دي، بالذات اذا كان المراه تمت ولادتها وكده، مثلا جابت 4 أو 5 وما عندها نيه ثانيه، ممكن الزول يشيل المبيض ويشيل المبايض ويشيل معاه الرحم وبيشيل معاه عنق الرحم. عمليه كبيره جدا، لكن بقت الان بالروبوت وبالمناظير حاجه بتاعت 3 يوم والسيده بتمشي البيت جدا، في حين انه عمليه كبيره جدا كان الزمان. بيشيلوا فيها الحاجات دي كلها وبيخلوا بس المهبل، وبيعملوا يعني الجزء بتاع الرحم اللي قطع بيخلوه يجي قافل مع المهبل، فده بيكون هنا المهبل لكن من فوق ما في رحم ولا عنق ولا اي حاجه ومبايض، كل الانتشار من فوق ده تمام. وعادي المرأة تمشي حياتها في ماني لا حاجه زي اوكي. طيب بالنسبه للمضاعفات بتاعت العلاج الاشعاعي والكيميائي شنو؟ اهم حاجه يا اخواننا النساء دي طبعا المنطقه اللي بتجي فيها الاشعاع دي منطقه الحوض، فهناك في المثانه وفي الامعاء الغليظه وجزء من الامعاء الدقيقه وفي كمان المستقيم. فاغلب النساء دي يا حصل لهم التهابات في المثانه، كسر التبول دائما. عشان كده اي مره اثناء العلاج الاشعاعي الكيميائي تتبول كثير، لازم نشيل عينه من البول نوديها الفحص، فيمكن يكون التهاب في البول، مضاد حيوي الموضوع انتهى اثناء الاشعاع. او اذا كان حصل لها اسهال او كده، ممكن علاج اسهال بايموديوم او باي دواء يوقف الاسهال. نهتم بتغذيتها برضو. الحاجه الثانيه ممكن برضو تقلصات، اقول لكم عندي وجع شديد في البطن هنا اثناء الاشعاع، ما مشكله بسكوبان علاج المغص المعروف عندنا في السودان، حبوب 3 مرات في اليوم بتسوي الشغلانه دي. نحاول ما نكثر عليها الوجبات اللي فيها الياف كثيره، دائما تاكل حاجات قليله الالياف عشان البطن ما تلعب، او بعيد قليله جدا في الحكايه بتاعت البهارات وكده، على اساس انه الامعاء طبعا بتكون متاثره شويه بالاشعاع والكيماوي عشان نقلل الاثار الجانبيه بتاعتهم. بعد ذاك النساء دي ممكن برضو يكونوا معارضات لالتهابات فطريه، الفطريات للنساء دائما بيجي، فخلال الاشعاع الكيماوي او الاشعاعي ممكن المرض يجيها، بالذات اذا كان في حكه تقول وفيها اكول وكده، ممكن الناس تشيل عينه من الحكايه دي توديها الفحص للمعمل، او يدوها كريم بتعالج عادي جدا، كريم بتاع فطريات معروف جدا للنساء، صداع معين كده بتدنه بيدوه وبعد ذاك بيعالج الفطريات دي. الحاجه الثانيه الارهاق الشديد، ممكن المره تتعب جدا اثناء العلاج الكيماوي الاشعاعي لسرطان المثانه، سوري لسرطان عنق الرحم، فالحل هو بس انه الواحده تاخذ راحتها ويحركوها، تتحرك وتتمشى والحاجات زي دي كلها، لكن يخلوها تاخذ راحتها، اذا كان تعبان احسن لا ترتاح، لانه العلاج الكيميائي مع الاشعاعي مع بعض ممكن يعني يشيلوا منها طاقه كثيره جدا، لانه اي زول بياخذ العلاجات دي عندنا بيحتاج ل 2000 سعر حراري. 2000 سعر حراري يعني دي كثير جدا. دي حاجه كثيره جدا، عشان كده لازم الزول يتغذى كويس، يهتموا بتغذيتها، ولو في مضاعفات كده يكلموا الطبيب بتاعه طوالي على اساس انه يشوف الحاصل شو يعني. دي الحاجات العامة اللي ممكن تحصل للنسوان اللي بتعالج معانا هنا في بسرطان عنق الرحم. أنا الآن يعني 2 أو 3 ساعات يعني من 10 12 كده شفتهم، وهذه الأعراض اللي بقول لكم فيها دي كلها، وبنحاول بنعالجها بحاجات خفيفة خفيفة، والعلاج أهو ماشي تمام التمام. بعد نبدأ العلاج مرات بعد أسبوعين بس، لو عملنا صورة بعد أسبوعين بس بنلقاه صغير زي ما قلت لكم. فبيستجيب جدا للعلاج يا اخواننا في مرحله مبكره تمام. طيب انا احاول اوريكم سيده جالبه ورم عنق الرحم، اوريكم له في واحده من الصور موجود هنا، شوف كمبيوتر في صفحات كثيره ده ما يهوينا. برضو ده
طيب نحاول نشيل الكاميرا زي ما عودتكم. طيب اهو دي سيدة اخذت علاج كيميائي واشعاعي، قربوا لكم كده عشان تكون واضحة. ايوه طيب ركزوا معي هنا، تمام في الصورة دي، دي هنا قبل العلاج، تمام شايفين الدوارية دي هنا اللي فيها المنطقة الرمادية دي، ده الرحم يا اخوانا، وهنا المنطقة اللي فيها السهم الأحمر دي، دي عنق الرحم، لكن شايفين فيه كورة، الكورة دي مفروض ما تكون قاعدة هنا، ده سرطان عنق الرحم، تمام ده سرطان عنق الرحم، لأنه شايفين هنا الرحم تمام 100% ده الرحم، ها ودي بطانة الرحم، دي بطانة الرحم السوداء دي كل. طيب جيت راجع لكم تاني أنا أهو، بتشوف نفس الصورة، أنا هأشر الآن هنا، ده يا إخوانا كده دوارية دي كده، دي الرحم، ودي البطانة بتاعت الرحم، الحاجة الرمادية في النص دي، ده الرحم يا إخوانا، وهنا الكورة دي زي ما شفناها قبل، دي منطقة عنق الرحم، ها وهنا اللي تحت ده المهبل، ده المهبل عنق الرحم، الرحم شايفين الكورة دي مالية عنق الرحم كيف، ده الورم، ده السرطان. طيب شوفوا لما عالجناها ادينا العلاج، شوفوا المنظر بقى كيف، بقى ممتاز جدا، ده عنق الرحم تشكيلته، ده سوري ده الرحم، والبطانة باللون الابيض او الرمادي ده هنا، وعينه عنق الرحم بقى كيف، يعني الكورة كلها فاتت من المنطقة دي، وده المهبل هنا، شوفوا الكورة اللي كانت هنا بقت قد شنو، وعينوها هنا كانت بقت هنا كانت شنو قبل العلاج، كورة كبيرة جدا شايفينها، انا قريب لكم الكاميرا شايفينها كورة ظاهرة، دي سرطانة عنق الرحم يا اخوانا شايفينها، لحمة كبيرة جدا كده موجودة، لما اخذت العلاج السيدة عينه عنق الرحم بقى طبيعي، والرحم زاد واخد شكله، الشكل اللي بيشبه الكميسرة شايفينه، ودي البطانة بتاعت الرحم نظيفة وصافية جدا، وده ال عنق الرحم، وهنا تحت المهبل، تمام؟ فده دايما في السرطانات اللي عندها اللي بتجي في مرحلة مبكرة جدا ممكن يحصل العلاج زي ده، دي نتائج ممتازة جدا، والسيدة ممكن يعني تمارس حياتها طبيعية جدا، وما تكون في أي مشكلة يعني بعنق الرحم ده هنا، حتى لو الزول بعد العلاج الإشعاعي مرات بتحصل تضيقات كده في المهبل أو جفاف في المهبل، ممكن عندنا سيدات هنا موجودات بيساعدنا السيدة، بيدنها نصائح تستعمل شنو تعمل شنو عشان تساعدها على الترطيبة، الترطيب بتاعت المهبل وكده، ويعني عنده لها يعني زي ما تقول نصائح معينة بيستعملنها السيدات ممكن يمارس الحياة بصورة طبيعية. ده شايفين ده الرحم، عنق الرحم بعد ما كان فيه الورم بقى تمام، وده المهبل هنا 100% هنا، دي قبل العلاج شايفين الضغط على الرحم، حتى الرحم بقى زي الكورة شايفينه، والكورة الثانية دي عبارة عن الورم، فدي يعني نتيجة جميلة جدا شايفينها قبل العلاج بعد العلاج. فده انا اوريكم انه، ولسه طبعا العلاج ممكن لسه ياخذ زمن، لانه العلاج الاشعاعي بيشتغل بواصل في الجسم، حتى بعد العلاج ممكن يواصل، والشخص يعني ممكن ينقص اكثر من كده. وسيدة بنتابعها كل 3 شهور، بنعمل لها صورة زي دي بتاعت رنين مغناطيسي، وكل ما نتابع الورم بنلقاه ماشي نازل ماشي نازل ماشي نازل لحد ما يكون في اي حاجة. فدي نتائج ممتازة جدا، ونصيحتنا للناس اهو انه تجي مبكرة دائما في الحاجات زي دي وما تخجل. طيب المهم في نهاية الفيديو نقول ان شاء الله للناس يعني الوقاية خير من العلاج، لكن اذا كان لاحظوا اي حاجة على سيدة بالاعراض دي لازم يشوفوا طبيبة او طبيب النساء ليتأكدوا انه الاعراض دي اعراض عادية وليس اعراض سرطان عنق الرحم، لانه شايفين زي ما قلت لكم يعني علاجه يعني في المرحلة المبكرة سهل جدا، سواء كان بالجراحة او في المراحل المتقدمة الاخرى ممكن الناس تدي العلاج الكيميائي والاشعاعي مع بعض، ونتائجه ممتازة جدا مع بعض، تمام. الحاجة الثانية اذا كان انتشر طبعا المرحلة الرابعة بكون صعب جدا اخوان العلاج، الا يكون علاج تلطيفي او يدو كيميائي وحاجات زي دي، فعشان الناس تتجنب المراحل دي زي ما قلت لكم
النتائج في السودان اثبتت انه دائما بيكون 80 ل 85% بيجوا من المرحله الثالثه والرابعه. نحن دايرين ان شاء الله يعني كل الامهات الخالات العمات الاخوات لو قدر الله جاتهم الحكايه دي دائما ان شاء الله يكونوا دائما في المرحله الاولى قدام. تمام. طيب شكرا جزيلا، ويعني كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. بكره طبعا العيد، اتمنى لكم يعني عيد سعيد وربنا يعيد عليكم ان شاء الله بالخير ويوم البركات ان شاء الله، ونشوفكم بعد ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم. وتبلغ طوالي الطبيب عشان يعني الموضوع يمشي لفوق ويصل لأخصائيين الأورام.